ده أول مطعم طائر في مصر، قصر المندي. المندي هي أكلة يمنية بس انتشرت في الوطن العربي الفترة الأخيرة، وفي مطاعم كتيرة حبت تعمل المندي بس معرفتش. بس المكان ده مكسر الدنيا بالمندي اللي هو بيعمله، وبيجيله ناس من آخر الدنيا عشان ياكلوا من عنده مندي. وما بيعملش مندي بس، لأ، بيعمل مشويات وطواجن وكل حاجة عنده. ده حتى العيش اللي هو بيتقدم لك مع الأكل هم اللي بيعملوه كمان، والمطعم هو قصر المندي في الميريلاند. وقصر المندي بسم الله ما شاء الله عنده 8 فروع في مصر. أول ما بتخش المكان بتحس اللي انت داخل قصر فعلا. المكان حلو قوي وكبير، وفي قعدات كلاسيك للعائلات، وطبعا لو انتوا شركه او مجمعين اصحابكم وعايزين عزومه في قعدات في اي بي. وقصر المندي عامل شويه عروض حلوه قوي على الصواني اللي عنده، ومش بس كده، ده عامل عروض على الوجبات اللي عنده كمان. لو خدت وجبتين هتاخد الوجبتين ب 400 جنيه وعليهم وجبه هديه فري. والصواني اللي انتوا شايفينها قدامكم ديت اي صينيه هتشوفوها دلوقتي ب 999 جنيه بثلاث ساعات بس. اللحمه ذات نفسها دايبه كده وشاربه تتبيله، والتحميصه اللي هي بتاعه اللحمه كده طعمها حلو قوي وشكلها جامد جدا. بجد حرفيا كل حاجه دايبه عندهم جامده جدا. دي بقى ايه الكباب بتاعهم؟ ما كنتش متوقع ان اللحمه تبقى في التتبيله 3 ساعات وطعمها بالحلاوه دي. اللحمه مستويه حلو قوي، دايبه وشاربه تتبيله، طعمها جامد جدا جدا. نجرب بقى الشيش اللي في الصينيه برضو. طراوه اللحمه ذات نفسها كده، الفراخ طريه جدا وشاربه تتبيله فممتازه قوي. انا عايز اجربه مع الطحينه. فين الطحينه؟ من الناس اللي بتفضل الفراخ في الطحينه، فكان طعمها خطير قوي مع الطحينه. مجرم قوي مع الطحينه. نخش على الفراخ المندي بقى. سايبه من بعضها. بسم الله. اللي عاجبني فيها دي نضيفه جدا من جوه. جربت فراخ مندي كتير بس الطعم هنا مميز قوي. جماعه الفراخ مش مفتله، الفراخ اصلا دايبه خالص وجوسي جدا. عشان تستمتع باكل الرز، معلقه دقوس على الرز كده وقلب وودي يا معلم، هتبقى في حته تانية خالص بجد. يا ولاد اللعيبه. طاجن كوارع بالبهاريز بالفلفل الالوان في حته تانية بجد. الصلصه اللي مع الكوارع كده تتبيلتها حلوه، والبهاريز اللي نازله منها كده طعمها خطير قوي. بسم الله. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. بطاطس، حته اللحمه دي كلها. بسم الله. طعمها ممتاز قوي. تخيل وانت قاعد بتاكل كده بتاع الملوخيه يجيلك وتشم احلى ريحه ملوخيه. الملوخيه عرقها مظبوط قوي، كميه طشه التوم اللي بتتحط على الملوخيه مش كتيره فمخليها طعم الملوخيه باين قوي. حلو قوي، كميه التوم اللي فيها قليله، عرقها مظبوط فطعمها حلو قوي.